اهلا بيكم على قناة ست البيت وبرنامج فلفل شطة، معاكم الشيف الجوهري يا جماعة. وعايز اقول لكم ان احنا النهارده ميعادنا مع المسابقة بتاعتنا، والمسابقة دي هيكون فيها مفاجأة في اخر الحلقة يا جماعة. وعايز اقول لكم كمان ان المسابقة دي عشان يبقى فيه في كل بيت شيف، والمسابقة كمان على نار حامية فلفل شطة. ومعانا النهارده زوزو. مدام زوزو اهلا بيك يا مدام. اهلا زوزو، بحضرتك. حضرتك بتشتغلي يا ربة منزل؟ لا، ربة منزل. ربة منزل يعني الطبيخ لعبتنا يعني. لعبه ايدي. طيب ان شاء الله. تمام يا فندم. وعايز اقول ان الشكل كده منافسه حاميه جدا. كمان معانا النهارده نور انسه ولا مدام؟ لا، انسه. انسه نور، اهلا بيكي. بتشتغلي ولا بتدرسي يا فندم؟ لا، بدرس. تدرسي ايه؟ اعلام. اعلام. طب الدراسه اثرت على المطبخ ولا منخش مطبخ خالص؟ لا. تمام يعني؟ تمام. وهنقدم لكم النهارده رز بالكبدة. جاهزين؟ جاهزين. جاهز يا فندم؟ جاهز. 5 4 3 2 1 ومسابقتنا بدأت. حضرتك دلوقتي المسابقة بدأت يا فندم. مساء الخير. أنا هبتدي إن شاء الله بالرز الأول. تمام. علشان عقبال الرز ما يستوي هكون أنا إن شاء الله عملت الكبدة. تمام يا فندم. للرز هنحتاج كوباية رز عليها كوباية ونص مية. مقدار ميه. كويس، نبتدي الاول بالرز. نبتدي يا فندم الحله نجيب بتاعتنا. الحله هنا، دي الحله بتاعتنا الستاندرد بتاعتنا يا جماعه. تمام. النار شغاله. اشغلها لك. حاضر يا فندم. حالا استاذنك بس ندوس على زرار بس الاول. أوكي. يا فندم. اوكي. طب حضرتك عايزه نار عاليه ولا نار هاديه؟ لا، نار عاليه دلوقتي. طيب وبعدين هنقللها شويه. بنزود وبنقص بالبلس والماينس يا فندم. تمام. بالزائد والناقص احنا بنزود وننقص درجة الحرارة. تمام يا فندم. لا، نقلل شوية بعد اذن حضرتك. طبعا عشان بس ممكن نحط المادة الدهنية بقى عشان بس الحالة. بسم الله. طب حضرتك عايزة كام؟ لا كده اقل حاجة بقى. اقل حاجة. يبقى معانا لحد التلاتة واتنين كمان. مدام زوزو يا جماعة داخلة المنافسة قلب جامد جدا. هحتاج معلقة. المعالق كلها موجودة يا فندم مع حضرتك. هنحط الرز. نحط الرز بتاعنا. وهنحتاج كمان شوكه عشان يتقلب الرز البسمتي، لانه ما بيتقلبش بمعلقه، بيتقلب بشوكه عشان ما يتكسرش. بس حضرتك ما ينفعش تقلبيه بشوكه لان الحله دي هنجيب الملح. الحله هتتخربش. ونحط الملح. تمام. كويس. حضرتك انا بعيني انا هحط الملح لاني انا حافظه المقادير. كويس. حضرتك بتعمليها عن ظهر القلب. حضرتك اشتغلي في شغلك شعبيه. لا، اصل غلط تستخدمي. انا عارفه هعمل ايه يعني. لا، معلقه خشب عشان ما بوظيش الحله. ما تقلقيش. طيب وانسه منال، انسه نوره، معلش انسه نوره، ممكن حضرتك تشرحي لنا احنا بنعمل ايه برضه للناس؟ انا بحب احط الرز بعد المية ما تسخن الاول. بحب احط الرز، ما بحبش اعمل اللي هي بتعمله ده خالص. حطينا الرز دلوقتي. تمام يا فندم. كويس. وهنسيبه يتشرب ونشقر عليه كل شوية، نبص عليه ونشوف استوى ولا نص استوى ولا عايز مية. تمام يا فندم. هناخد بقى، نبتدي بقى في الكبدة. هناخد برضو المادة الدهنية. تمام. الطاسة بتاعتنا هي يا فندم اللي بنستخدمها دي. خلاص. دي كده جاهزه. اتفضل يا فندم. سمي واحده برده بنزود وبنقص براحتنا. لازم الحراره تكون عاليه هنا شويه عشان الكبده ما تنزلش ميتها. دي على اعلى درجه حراره. لو حضرتك عايزه برده تنقصي وتزودي بالزائد وبالنقص يا فندم معانا. هنجيب البصل. تمام. بصل الحلقات. معلش يا شيف، انا كنت عايزه اقول بس حاجه. طنط غيرت الشوكه واستخدمت المعلقه الخشب.
طيب هو يعني دي اضافه لازم يعني تفتكريها لي ما تنسيهاش. لا مش هنسيها. طيب كل الادوات متاحه قدامكم يا جماعه. وعايز اقول كمان ان احنا في صنف معين اكيد بيطلبوا من حضرتك في البيت يا فندم. بيطلبوا كل حاجه، بيطلبوا الابل باي، بعمل الابل باي يس، وبعمل وبعمل كوسه بالبشاميل، وبعمل اكل صيني. اكل صيني؟ ايه ده، بتعرفي تعملي اكل صيني؟ ايوه بحبه. بعمل كل حاجه، كل حاجه بعمل. احنا مش هنسوي الكبده جامد، علشان كل ما تستوي الكبده اكتر كل ما تجمد اكتر. هنخليها يعني يا دوبك بس كده تشم ريحه السوى. لا تشم ريحه السوى يعني بسيط. مظبوط، لان اقول لك على حاجه، لو الكبده ما استوت يعني، لو الكبده بتستوي جامد كمان بتفقد فايدتها يعني. ماما دايما طبعا احنا عارفين طبعا ان الكبده فيها حديد. اكيد ايوه كويس. لما تستوي كتير لما الحديد ده يروح. هنا نبتدي نعمل نقلب فيها كده اهوت، وما نقطعهاش كتير علشان ما تنزلش الفايده بتاعتها. والفلفل طبعا الالوان ده احنا عارفين ان هو فيه فيتامين سي وبيساعد جدا، وفيه اوميجا 3. وكل ما كانت السلطه عندنا فيها يا جماعه الوان كتير، خضار كتير. ناكد على الخضار، الفايده بتاعتها بتزيد. وفايده الخضار، وانا مش لاقي كلام اقوله، كل ما اقول معلومه انت ليه بتقربي حاجتي؟ انت المفروض ما تقربيش لحاجتي. لا انت المفروض ما تقربيش لحاجتي. طب هاتي بقى الملعقه الخشب بتاعتك. اتفضلي انت ما تقربيش لحاجتي لو سمحتي. يا جماعه عايز اقول لكم ان الروح الرياضيه لازم تسيطر علينا. لا في فرق روح رياضيه وفي فرق انها تتعدى عليا. لا ما تتعديش عليا، هقطعك. نعم هذبحك. مين دي؟ انا. لا على فكره يعني اللي انت بتقولي ده ما ينفعش. هذبحك صدقيني، هذبحك. مين دي؟ انا. انا عملت لك ايه؟ هذبحك. دي انت شغاله جزار يا جماعه، هذبحها. يا جماعه انت شغاله جزار، انت مش مصدقيني؟ هذبحها. حضرتك يا فندم ازاي؟ طنط انت بس، عشان يعني ست اكبر مني انا مش عايزه اتكلم معاكي، مش عايزه ارد عليكي. ورانا ومشرفانا ونسى يا شيف، انا مش عايزه ارد عليها عشان يعني هي ست كبيره كده ومش عايزه ارد عليها بصراحه. اموره ست كبيره اموره. خلاص يا طنط، يعني احنا هنحط فلفل اسود مش فلفل ابيض. تمام تمام. طب لا انا هحط بقى فلفل ابيض. طب وايه الفرق بقى بين استخدام الفلفل الابيض؟ الفلفل الابيض الفلفل إيه؟ الفلفل الابيض اصلا بيتحط على حاجات تكون هتغير اللون. تمام. لكن ما دام حاجات مش هتغير اللون. حضرتك عماله تتكلمي كتير كده، الحاجات مش هتغير اللون وعماله توقعي الحاجه، واخد بال حضرتك؟ المهم ايه، تتحط الفلفل الاسود في كل الاكلات. احنا خلاص كده الصوص بتاعنا ما شاء الله بقى جميل، هنسيبه بس يا دوبك يبقى يعني يتخن شويه عشان شوية. يبقى ايه يعني كثيف بس شويه كده اهو، ويتحط على الرز. عايزه فورمه للرز. تمام. وعايزه طبق التحضير للرز. طبق التحضير، ما نعرفش احنا استهلكنا كل الاطباق اللي عندنا. طبق التحضير وطبق مسطح من فضلك. مش مش للاسف استهلكنا كل الاطباق اللي المفروض نستخدمها في الاكل. انا ماما كمان معلماني حاجه مهمه جدا يا شيف، ان انا يعني اكون ممكن استخدم اي حاجه بديله ما تكونش طلباتي كتير. طيب استاذنكم، طيب اشوف بس عند حضرتك الاطباق يا فندم. عايزه طبق مسطح من فضلك. استاذنك يا انسه لو سمحتي. طب ولو ما لقيتيش الطبق المسطح هتعملي ايه؟ اكلك هيبوظ؟ طيب احنا استهلكنا. لا طبعا مش هيبوظ، كل الاطباق اللي موجوده عندنا. ازاي؟ فممكن نستخدم الاطباق دي يا فندم؟ معلش. نعم الاطباق المتاحه هي دي الموجوده، ودي اللي احنا استهلكناها كلنا في التحضير. حاولي بقى تتاقلمي مع الحاجه الموجوده. انا بعتذر. تمام، كاني في بيتي مفيش مشكله. انا بيتي بيحصل كده. انا بيحصل كده في بيتي. ما انت اكيد بتبوظي حاجات كتير قوي في بيتي. كل الحكايه بس ان احنا نجيب طبقين ملونين حلوين كده زي حلو، وبعدين نحط معانا مناديل جنب ده. في معانا مناديل كمان لو حضرتك عايزه يا فندم. حضرتك بقى يعني عامله ميزانيه معينه للحاجات اللي بتبوظ عندك في المطبخ؟ انا مش عارفه هي بتسالني ليه. انت مش معايا عشان تساليني، انت تخليكي في حاجتك وبس. لا اكيد حضرتك خبره. لا يعني لا انت تخليكي في حاجتك وبس. لا انا عايزه اسال حضرتك عشان حضرتك خبره، واضح ان انت خبره. لا. وواضح كتير ان انت يعني انا ببقى عارفه كويس قوي ميزانيه البيت والحاجات اللي بتبوظ. لا بالعكس، انا بشتغل باقل التكاليف. طب ازاي ما عندي حاجه بحط بدايل؟ انا شايفه يعني حضرتك طلباتك كتير جدا. كريمه لباني بجيب القشطه الحمضة. تمام. وبستعملها مع الزبادي. قشطه حامضه. تمام. هي اسمها كده حمضة. حامضه. حامضه. تمام. وبستعملها مع الزبادي، دي ما بيبقاش فيها فات
وفي نفس الوقت ارخص من الكريمه اللبنيه. اه حضرتك بتتكلمي على الحاجه الارخص. لا يعني انت عندك استعداد يعني الحاجه رخيصة مش ارخص بس جوده عاليه لو التست كمان فيها جميل قوي. الشكل بعد كده الحلقه الجايه هتلاقوا الشيف مدام زوزو هنقلب بالشوكه تمام عشان الرز ما ايه ما يتكسرش. على فكره هي هي حتى لو قلبتي بالمعلقه الخشب ما فيهاش مشكله. وممكن عايزه اقول لكم اللي هيعجبني هرد عليكي فيه واللي مش هيعجبني مش هرد عليكي فيه. على فكره حضرتك بتتعاملي بطريقه مش شيك خالص يا بنتي. هقطعك. حضرتك بتتعاملي بطريقه بجد مش شيك. دلوقتي في تقطيع في تقطيع. ليه هو حضرتك جايه منين؟ من المذبح. صح انا كنت لسه هقولها لك جايه من المذبح. انتوا مبسوطين بالخناقه دي صح؟ اكيد يا فندم ده جو المنافسه. وعايزه اقول لكم ان واضح ان في تنافس ومنافسه شرسه جدا جدا ما بين مدام سوسو. على فكره الخناقه دي تحيه القناه. طيب تمام ربنا يخليك يا رب. على فكره مش عارفه انت عماله تضحكي ليه مش فاهمه. الكبده جهزت خلاص. هي هتفصل لوحدها. هيفصل لوحده تمام هنا. لو سمحتي من فضلك بلس وماينس من فضلك سنه كمان. احنا بس البوتاجاز فصل عشان احنا. لا بقى كده فصل ازاي؟ ازاي يفصل كده؟ عشان حضرتك بتبوظي حاجات كتير عندك في المطبخ فاكيد اقل حاجه هنا ممكن تبوظيها البوتاجاز. بالظبط بالظبط. انا كده اكلتي خلصت يا جماعه صدقوني ومستنيه الرز. تمام غير ما تحلفي يعني الموضوع مش محتاج. طب انا حلفت بالله عليكم. انا حلفت. طب والله ما حلفت. طيب حلو دي. حلو الكلام وحلوه المنافسه يا جماعه. عايز اقول لكم ان المنافسه شرسه جدا وريحه الاكل بقت تحفه وانا فعلا مستني الاكل على حر من الجمهور ده فعلا والله يا جماعه. وعايز اقول لكم يا جماعه ان انا يعني مبسوط جدا النهارده بالحلقه دي لان الحلقه ممتازه وريحه الاكل ممتازه. ولو عايزين يا جماعه اي حاجه او اي استفسار ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك وانا هبعت لمدام زوزو على طول اسالها في اي حاجه انا مش عارفها. وعايز اقول لكم دايما معانا الجديد ودايما معانا مسابقات حاميه جدا ومهلبه جدا في برنامجنا وبرنامجكم فلفل شطه. طيب عايز بقى اعرف من الانسه حضرتك هنا. عايزين هناخد حبه ليمون بسيطه. هو عايز يعرف من انسه مش من الانسه. وحضرتك اسمك انسه. هنحط يا دوبك ليمون مش كتير. لا 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 لا, لا يا جماعه ستوب اللي بيحصل ده. احنا على الهوا دي يعني صار. واحده جايه كويس. مش تتسابق دي واحده جايه تعمل بعافيه. طب هو احنا وبعدين كان نفسي قوي في طبق مسطح عشان نجرنش الحكايه لكن كده مش مشكله حتى نزل المره دي. تمام مش اشكال يعني. بس لو في مره تانية اجي القى كل اللي انا قلته موجود. طب اكيد يا فندم تشرفينا وتنورينا وشكل كده انا اللي هاجي ازورك المره الجايه في القناه هنا. عايز اقول لكم كمان انا مستمتع جدا بالحلقه دي. الحلقه ممتازه وهايله جدا يا جماعه. يعني محتار مين فيهم اللي هيفوز. يعني اه صحيح مدام زوزو عامله شغل رائع بس برضو معانا انسه هنا عامله شغل رائع وممتاز. وعايزه اقول لكم ان احنا هندوق الاكل ونحكم. وعايزه اقول لكم كمان ان احنا دايما معانا مسابقه حاميه ومهلبه في برنامجنا وبرنامجكم فلفل شطه. ايه الاخبار؟ عايزه اعرف ايه الاخبار يا بنتي. انت خليكي في مكانك. انسه انا عملت لك حاجه يا بنتي. خليكي في مكانك يا بنتي. خليكي في مكانك. طيب احنا اخبارنا ايه؟ اقول لكم على حاجه وممكن بعد كده تشيلوها. احنا على الهواء حتى فهم. لو ما كسبتش انا كفايه مجرد المحاوله وان جيت مكان جديد كده وشفت ما شاء الله شباب بيشتغل. انا مبسوطه ليكي سوكسي بجد للمدام بجد يا يعني. انا كفايه ان انا اشوف شباب بيشتغل الحمد لله بجد يا فندم. شابوه للكلمه الجميله دي من مدام. لا بقولها لكم فعلا بكل صدق انا مبسوطه بيكم خالص. ربنا يخليك يا فندم ومنورانا. يعني هو انت خلاص يعني خلصتي كلام عن الطبيخ وعن الاكل عماله تقلي في اي حاجه؟ خلاص عن الطبيخ. طب الحمد لله يا فندم كلامي عن اكلتي خلص. خلص فبتتكلمي في اي حاجه بقى؟ بتكلم بقى بتكلمي بقى نتكلم في ايه؟ في السياسه؟ كان نفسك تبقي نجمه يعني عايزين كده تكلمي في ايه نجمه؟ ها؟ عايزين تتكلموا في ايه؟ احنا قناه طبخ في كل حاجه. احنا قناه طبخ نتكلم في اي معلومه طبخ اللي انتوا عايزينه. كان نفسها تبقى ممثله او نجمه يا عيني وما عرفتش. اه ما عرفتش. كنت زماني وانا صغيره قوي نفسي اطلع كده بس ما عرفتش. فجات لك الفرصه استغليها. فجات لي بقى الفرصه عايزه تطلع كل اللي عايزاه. استغليها بقى استغليها. خرجي طاقتك. تقدر يا شيف حضرتك تسالني في اي حاجه اتفضل. لا يا فندم كفايه ده تعب من كتر الاسئله. اي حاجه اي معلومه اتفضل. كل حاجه احنا كنا. اسمعي يا شيف خليني اتكلم شويه. عايز اقول لكم ان شكل الاكل تحفه ممتازه يا جماعه واكتر من هايل. وعايز اقول لكم برده ان الانسه هنا عامله شغل حلو جدا جدا
وانا فعلا نفسي هما الاثنين يفوزوا معانا، بس للاسف طبع اي مسابقه دايما فيه الكسبان والخسران يا جماعه. ومبسوط جدا النهارده بوجود مدام زوزو، ومبسوط جدا بمدام انسه، سوري انسه نور، انسه نور، معلش بعد نور نور، انسه نور، ومنورنا ومشرفنا ودايما معانا دايما يا جماعه في برنامجنا فلفل شطه. دايما مسابقه حامل جدا ومهنبه جدا، واحنا خلاص قربنا نخلص. خلاص الرز قرب يخلص، تمام، وهنغرف هنغرف وهندوق وهنحكم. تمام، اوعي ايدك تتمد هنا، اوعي. انت عندك فوبيا مني، اوعي. عندك تمام. فوبيا يا حرام، نيفر. عندك فوبيا مني، نيفر. حرام، نفس عاليه، نيفر نيفر. عايزه اعرف باقي من الوقت قد ايه لو سمحت. احنا دلوقتي يا فندم لحد ما حضرتك تخلصي، لغايه ما اخلص، لحد ما حضرتك تخلصي. السرعه ليها عامل، بس لحد ما حضرتك تخلصي طبعا. بس طبعا انا لو خلصت الاول الموضوع انتهى. لا، السرعه والطعم برضو. اعرف التوقيت ازاي لغايه ما الرز يستوي؟ يعني نحاول بقدر الامكان برضه، يعني السرعه عليها. انا خلصت، هو الرز اللي بيستوي كده خلاص. طيب، تحبوا اكل الرز هو كده؟ طيب احنا ممكن يا فندم يعني عشان وقت البرنامج ندوق دلوقتي. لسه الرز ما رز الرز انا الرز بتاعي استوى. لا لسه، انت رزك ما استواش. لا رزك يكون ما استوى. لا رزي استوى، رزي استوى. لا يمكن. انت مالك؟ انا بقول الرز استوى. لا يمكن. احتفظي بيها لنفسك. لا لا يمكن، احتفظي بيها لنفسك. حضرتك تحب احط الرز كده؟ طيب احنا قدام، اصب الرز كده. احنا ممكن ناي. يبقى قدامنا وقت المد وقت الحلقه شويه عشان مدام الرز يستوي. طب عشان تاكله، والا كنت عايزينه كده بقى صوره خلاص. طيب يا فندم احنا ممكن نمد الوقت شويه عشان مدام زوزو لسه قدامها وقت. نستاذن بس من الناس. انا بستاذن وبشوف عندنا خريطه بتاعتنا تسمع ان احنا نمد شويه ولا لا. لا ال طب احنا مزنوقين في الوقت يا فندم، بس عشان الهواء قرب يخلص، فاحنا ممكن يعني خلاص نغرفه دلوقتي وهو هيبان ان هو مستوي. مش طيب مشكله ما دام انتم مرغبتين بالوقت. اه انت بتهتمي بالمظهر، لكن المضمون ما بتهتميش بيه. المفروض ان هو يستوي كده خلاص. طيب شويه، تمام، اغرف على كده. اه يا فندم، تمام. وعايز اقول لكم يا جماعه ان المسابقه حاميه جدا جدا جدا، وريحه الاكل ممتازه وتحفه يا جماعه، وشكل الاكل كده. ابقى فعلا محتار مين اللي هيفوز بجائزه الحلقه، والفايز اكيد انا، لان انا اللي هدوق وهدوق الاكل الجامد ده يا جماعه. عايز اقول لكم كمان ان الروح الرياضيه كانت مغلفه الحلقه بتاعتنا النهارده، ويا رب الحلقه الروح الرياضيه تفضل موجوده في الحلقه للاخر. ومستمتع جدا بوجودي النهارده مع انسه نوره. هنغلق نور، انسه نور، نور، بعتذر، مع مدام سوزو. معلش بعد الرز. طيب في ايه؟ ده غطى الحله بتاع المدام، بس الفرق خلاص كتير. مش مشكله، انا مش محتاجه كتير، مش محتاجه كده خلاص. انا خلصت خلاص، وده طبعا اكيد بيفرق في الاخر، يعني اكيد 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 يا جماعه. وعايز اقول لكم يا جماعه ان الاكل ريحته ممتازه وتحفه يا جماعه، ومبسوط جدا جدا بالمسابقه دي. ويا سلام على الفن. ده الجرنش الاخير، عايز اقول لكم ممكن نحطه ني وممكن نحطه مستوي. تمام تمام. طب حضرتك بتفضلي ايه؟ انا بفضله مستوي. بتفضليه مستوي؟ تمام. ايه ده؟ تمام. انت رزقك ني جدا. ممكن حضرتك تطفي البوتاجاز. البوتاجاز، استاذنكم كده. اجلتنا جهزت. عدى التوقيت المسموح للرز. تمام، هذا التوقيت المسموح للرز. بس حسب التوقيت المحلي. انا الرز بتاعي فلفل شطه. ادي اكلتنا جاهزه، اكل تحفه يا جماعه، ممتاز. لازم تدوق يا شيف. هدوق اكيد وهحكم، والناس كلها لازم دلوقتي تدوق يا شيف. هتشوفوا فعلا يا جماعه. عايز اقول لكم الاكل تحفه ورائع وممتاز يا جماعه. وعايز اقول لكم ان دايما معانا برنامجنا فلفل شطه مسابقه حاميه جدا جدا ومهلبه، والجوائز كمان قيمه جدا جدا. ومعانا دايما في برنامجنا فلفل شطه كل جديد. ولو عايزين تشتركوا معانا يا ريت تبعتوا لنا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. ما تروحوش في اي حته، واستنوا الحكم في المسابقه بعد الفاصل في برنامجكم فلفل شطه. ايوه استاذنكم، بس ثانيه. اتفضل. على فكره اللي حضرتك نحط بقى ايه، نرتب بقى الحاجات دي بقى مكانها، عشان زي احنا ما كنا جايين لاقيين كل حاجه في مكانها. يا طنط طنط. نعم. يعني انا مش فاهمه انت كنت بتعامليني كده ليه. دي مسابقه،
انت بتعطليني، انا ما احبش حد يعطلني، بتتدخلي في حاجتي، ما احبش حد يتدخل في حاجتي. ايوه بس يعني دي مش انت متسابقه ازاي عايزاني صاحبك؟ انت متسابقه، انا في حالي وبعمل لا حاجتي. يعني دي تقربي لي ليه؟ دي مش بس كده بكل شياكه، من الشياكه انك ما تتدخليش في حاجه حد. لا بس انت اسلوبك فيه يعني لا حاسه لا لا في حده. بليز لا 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 احنا بقى دلوقتي بره. لا مش دي اسلوبك فيه حده وحاسه ان انت يعني عندك حته عنف وعدوانيه. لا 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 لا, لا. ايه الالفاظ اللي بتستخدميها؟ ايوه يعني انت مش عدوانيه. انا مش هستخدم الالفاظ دي. انت مش كنتي عماله تقولي هذبحك اذبحك، حصل ولا لا؟ دي منافسه. لا مش منافسه، يعني هذبحك. اه هذبحك في المسابقه هذبحك بس، لكن خارج المنافسه كده بليز خلينا. انت اموره، انت ما شاء الله اموره. ميرسي. ها ده انا عجوزه بالنسبه لك، ده انت اموره. ها حد يزعل من طنط كده؟ سهليش مني. لا بما ان حضرتك شايفه ان انا عسوله وصغيره وجميله وكل الكلام ده، طيب يعني كنت تعامليني احسن من كده؟ لا قدام حاجتي ومصلحتي وحاجتي دي. اه يعني حضرتك بتاعت يعني شخصيه طب يعني طب بتاعت مصلحتك. ممكن اسالك سؤال؟ وانت شربات كده وعسل، انا قربت لحاجتك؟ لا بس كده خلاص. من الشياكة ان انا ما اقربش لحاجتي. انت ما قربتيش لحاجتي لان انت يعني انا ما سمحتلكيش، يعني انا ما سمحتلكيش بده. فهماك انا. اوكي انا اتشرفت بيكم بجد بجد والله. ربنا يوفقكم يا رب ومبروك عليكم ان شاء الله. مش عارفه انت فكرتيني بايه؟ فكرتيني بالفيلم كان بتاع مش عارفه بالظبط مين في التلفزيون كده، وبعد ما خرجت المدمازيل حطت هوا. ورجعنا لكم بعد الفاصل يا جماعه، وعايز اقول لكم ان المسابقه كانت حاميه جدا ومحتار اختار من فيهم، هما الاثنين عاجبني، وعايز اقول لكم الاكل تحفه ورائع والمسابقه جامده جدا يا جماعه، ومبسوط بوجودي النهارده في المسابقه دي مع مدام زوزو وانسه نور. وعايز اقول لكم كمان ان انا يعني عايزهم هما الاثنين يفوزوا الصراحه بالجائزه، لان الجائزه يعني حرام تروح لواحد بس. هما الاثنين عملوا مجهود تحفه ومش عارف ابدا بمين. نبدا باكل انسه نور الاول. الرز مستوي طبعا تمام. نشوف كمان الكبدة. تمام تمام تمام. ونشوف كمان اكل مدام زوزو. بس لازم هبدأ لازم تبلع ده. الاول اكل. حاضر. انا فعلا لازم ابلع. الاكل حلو جدا بسم الله ما شاء الله، يعني واضح يعني ان الاكل تحفة. ونشوف كمان الاكل شكله رائع يا جماعة وتحفة. نشوف الكبدة. تمام بس الاكل مدهن شويه. بركه في المدمزيل مدهن شويه. نشوف الرز. بركه في المدمزيل. الرز طبعا اكيد هي قايله لك من قبل ما نحط ان هو مش مظبوط، مش مسويه كويس. عايز اقول لكم يا جماعه ان المسابقه كانت حاميه جدا وعلى نار حاميه جدا، بس يعني الاكل يعني مظبوط في الاثنين، ومحتار الاثنين مين يفوز. بس يعني هو الاكل دهن شويه من مدام زوزو في الاخر. لا ما دهننش من مدام زوزو. لا ما دهننش من مدام زوزو. لا ما دهننش من مدام. لا المدمزيل هي اللي حطت موضوع الجائزه ده. حطت الزيت. ممكن حضرتك تكمل بس وبعد كده نبقى نشوف. المدمزيل حطت الزيت على الاكل. اهو لا ازاي هي حضرتك ممكن تكمل. حطت اوكي. طب ممكن بعد الهوا يا فندم. عايز اقول لكم ان اللي فاز بالجائزه النهارده معانا انسه نور، فازت بجائزه ماليه ضخمه قدرها 30,000 جنيه من الشركه المعلنه. ودي المفاجاه اللي انا كنت عايز اقولها لكم في الاخر. واستنونا في حلقات تانيه كتير من برنامجنا فلفل شطه، ودايما معانا مسابقات حاميه. مبروك يا نور. فلفل شطه مبروك يا حبيبتي. مبروك. مبروك. تعالي بقى اسلم عليكي وابوسك. ميرسي. اوكي تعالي ما تخافيش. مبروك. ميرسي. تصرفيهم بالهنا ان شاء الله. ميرسي ليك يا فندم. بس حضرتك كنت بتقولي حاجات انا ما قدرتش افسرها. حاجات زي ايه؟ في حد حط حاجه. المدمزيل نور حطت ماده دهنيه، حطت زيت على الاكل بعد ما خلص. طب ازاي حضرتك ما تقوليش حاجه زي كده قبل ما نطلع على الهواء؟ لا انا قلت قبل ما نطلع على الهواء. لا 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 قلت. انا على الهواء ما اقدرش اسمع غير المخرج عشان بيتكلمني في ودني. لا 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 قلت. انا في موقف محرج جدا. عموما دور مفيش مشكله خالص.
ملوش داعي، ملوش داعي لحضرتك بتقولي ده، عيب قوي، عيب قوي يعني ان حضرتك تقولي حاجه زي كده، عيب جدا. قصدي حضرتك ان ده كدابه يعني يا فندم؟ عيب يا فندم على بعض كده، عيب، عيب يا فندم. ليه بس كده يعني؟ المنافسه كانت حلوه، وبعدين حركات يعني حركات احنا اكبر من كده. ميرسي على ذوقك، ميرسي على ذوق حضرتك قوي. طب انا عايز اقول، عايز اقول ان انا مش هقدر استمر اكتر من كده كتير. احنا بنهزر معاكي اكيد، احنا بنهزر معاكي اكيد. تعالوا في هنا بقى جنبي، تعالوا في هنا جنبي، احنا بنهزر معاكي. الناس دي كلها متعاونه معانا، ودي ممثله وانا مش شايف ولا حاجه، واحنا بنهزر معاكي. ومعلش هي زي يعني اختك الصغيره، سامحيها، مفيش مشكله خالص. ميرسي ليكي، وتعبتينا جدا، وحضرتك كنتي عامله حلقه ممتازه. ميرسي لحضرتك. تزعليش؟ لا لا خالص بجد، لا 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 نهائي. يعني يعني روح رياضيه لا خالص. انت شايفه ده طبيعتي؟ عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا النهارده كان معانا مدام زوزو في حلقه جامده جدا من برنامجنا وبرنامجكم اللي بتشوفوه كل يوم، فلفل شطه. واستنونا بكره، باي باي. خير، باي باي. قناه اكل فعلا ولا لا؟ بس لا لا، ده مقلب، ده برنامج مقلب، برنامج مقلب اسمه فلفل شطه، برنامج اسمه فلفل شطه، ده مقلب. حقك علينا يعني. دي مش قناه. لا لا، وانا قلت لجوزي بقى انا راح اقدم في القناه، ها، وهطلع وشاف وبتاع ودعولي وحركات كده. وعملتي حلقه ممتازه، كنت منورانا، وكنت فعلا منورانا. يا جماعه انا كنت عايزه اطبخ كده واخش برنامج كده وبتاع لا وحد وحد يا جماعه يكتشفني كده في، عايز اقول لك فعلا في الشيف والطبخ كده والبتاع، طبخك الحلو والناس كلها هتشوفه فعلا. انا عايز اقول حاجه، الاكل حلو يا جماعه، ده انا صدقت نفسي ان انا شيف. لا فعلا شيف. اذا انصح اي حد عايز يعمل برنامج طبخ يروح على طول يتعاقد جدا مع مدام زوزو، لان اكلها تحفه جدا، وانا كنت قلقان منها انك تكشفني في اي لحظه، وكنت خايف تحرجني.